معي من الرياض دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. دائما يقال بأنه فكر الشخص الإرهابي هو أخطر من رصاصته. لو أردنا أن نفند بداية أهمية هذا المركز السعودي انطلاقا من نقطة تركيزه على مواقع التواصل الاجتماعي. من المؤكد أن إنشاء مثل هذا المركز سيكون له تأثير كبير في محاربة الأفكار المتطرفة، و يعني توضيح الأمور للشباب المسلمين على حقيقتها من منظور سماحة الإسلام، كرم الإسلام، ترفع المسلم عن القيام بأعمال لا تتفق مع الإسلام من عملية الافتراض في منظمات إرهابية أو متشددة. هذه أعمال جميلة أن تقوم بها وزارة الدفاع من خلال إنشاء مثل هذا المركز، ويشمل تقريبا كل الدول الإسلامية المنضوية في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. ستشارك بهذا المركز بنشاطه؟ أكيد هذه الدول كلها لابد أن يكون لهذا المركز، لأنه مركز مؤسس على أسس قوية ومتينة، لابد أن تصل الرسالة إلى كل البلدان الإسلامية المشاركة في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. وأنا أتصور أنه هذا المركز حقيقة ممكن التواصل من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال الرد على بعض استفسارات بعض المحتاجين إلى معرفة من سيتولى هذا الموضوع دكتور محمد؟ يعني موضوع إدارة إذا صح التعبير والعمل بهذا المركز، يعني نتحدث عن عدة فئات صحيح؟ ثمت من يتحدث من الناحية الدينية، ثمت من يجيب ربما استفسارات ليس من الضروري أن تكون دائما متعلقة بالاستفسار عن الدين الصحيح طبعا اللي لا يمثل داعش صحيح؟ هذا صحيح. يعني المركز سيؤلف أعداد كبيرة من أصحاب الاختصاص، سواء في المجالات الشرعية، المجالات النفسية، المجالات التنموية، المجالات التي ترشد الشباب إلى العمل الذي فيه فائدة لهم، لأن هناك شباب لا يجدون فرص عمل، لا يجدون من يرشدهم إلى الطريق الصحيح. يعني للأسف يجدوا أنفسهم تحت تأثير فئات معينة متشددة لا تزيدهم إلا غلو، ولا تزيدهم التشدد والتطرف. كيف نصل إلى هذه الأوكار أو إلى هؤلاء الناس المتشددين الذين يؤثرون على هؤلاء الناس؟ هنا لابد من عمل خطاب توعوي، خطاب قوي، خطاب إسلامي واضح. حتى ليس عيبا أن تنظم ندوات ومؤتمرات في هذه البلدان حية، في الجامعات، صحيح، في مراكز البحوث، في كذا، مساعدة الشباب على الحصول على أعمال جيدة، أنهم يعني انخراط في كل الأعمال الشريفة، الأعمال المنتجة، نعم، الأعمال المبدعة، لا يجعلونهم فقط ضحية مطوع بمسجد، نعم، ولا فئات متشددة هم الذين يؤثرون عليهم. طيب سيكون هذا فرصة لهم طبعا لكل من يمكن أن تستغل أدمغته الجماعات الإرهابية. شكرا لك من الرياض دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس شورى السعودي سابقا.